موضوع التخريط بتاع البحيرات، وكنت بناقش معاها الموضوع ازاي يبقى فيه دعم للبحوث في المناطق، وبعدين المعوقات كانت كثيرة امامها، ان المناطق في حالة كانت مش طيبة، وحاولت ان هي بذلت مجهود كبير جدا ان هي تحسن الامور بطلب اجهزة، لانها فعلا فاهمة كويس الشغل، وربنا يعني اراد بقى ان انا اشوفها في التوقيت اللي انا اتمنى ان شاء الله ان يكون عندنا في الهيئه، كل اللي عندنا يبقوا في خلق وعمل واجتهاد مدام جهان، يعني ان شاء الله اكيد مدام جهان تتوفر فيها الصفات دي، اكيد تبقى حنينه وطيبه مش هتتعوض بقى، يعني وهي معانا مستمره شويه ان شاء الله زي ما جميل.